يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل للكفار من أجر فيما يصنعونه من الصناعات التي تنفع الإنسانية؟ أجرهم يأخذونه في الدنيا، يبيعونها بدراهم، يأخذ يبيعونها بأموال فيأخذون أجرهم، ما صنعوها رحمة بالناس، صنعوها طمعا في المال، صنعوها طمعا في المال، وقد يصنعون أسلحة مدمرة فيكون عليهم الإثم والعياذ بالله بما يهلكون من الحرث والنسل. نعم.